وهنا معنى عميق، زي الطفل اللي بتقوم بتهيئته مثلا للمدرسة فتشرح له هتقابل مين في أول يوم، هتقعد مع مين في الفصل بتاعك، هتتابع إرشادات معلمتك. الطفل ده بيجي معاك بتوافقات أكبر وأفضل في المواقف الجديدة عليه، لأنه هو يعتبر كأنه راح المدرسة. عكس الطفل اللي بيكون مثلا، طبعا ده هيكون عنده سعادة أكثر بالمدرسة، بعكس اللي بينتقل انتقالة جذرية للمدرسة فبيحاول رفضها وبيحاول ان هو يتجاهلها، لان الانسان عدو ما يجهل او بيرفض لان هو مش عارف. نقطة تانية مهمة جدا، وهي ان ابنائنا ما ينفعش نكتفي فقط باننا ننصح ونرشد ونوعظ شفهيا، لكن لابد من المشاركة. الوعظ والارشاد الشفهي كم يستمر؟ ايام، اسابيع؟ فكانت الممارسة الفعلية والبدنية، زي مثلا اننا نشتري ادوات المدرسة مع بعض، نشتري المستلزمات بتاعة القرطاسية مع بعض، نروح المكتبة بالمشاركة نشتري المستلزمات دي. أكيد طفلك كولد عنده مثلا أبطال أو شخصيات محببة ليه، كذلك بنتك عندها مثلا من الأميرات شخصيات محببة، وهكذا بالمشاركة الوالدية. من أجمل الهدايا اللي بتقدمها لابنك أنت كأب مش أغلى الألعاب، ولكن المشاركة. وبعد مشاكل الحياة والضغوط الاقتصادية والحياتية على الأسرة، طبعا بيغفل كتير من الأهل أنهم يدوا مساحة من الوقت لمشاركة أولادهم ألعابهم. لو انت من النوع اللي عايز ينشئ طفل متميز سوي في محيطه وبين اقرانه، لابد انك تلعب معاه، تنزل لمستوى فكره بالقصص بالافكار اللي ممكن حتى تسمع منه حاجات كتير، كمان هتتفاجئ بانه يديك اوامر معينه لقوانين اللعبه. لا يا بابا، ده المفروض انه مش هيتحرك دلوقتي، هيستنى شويه. يمكن هتكون متعب في البدايه وهتكون رافض للفكره، لكن لما تسيب نفسك وسطهم هتلاقي ان ده بيخفف عليك كتير قوي من الضغط، بل بالعكس ممكن تستمتع بده وتبدأ تبحث بنفسك عنه بعدين. بالطريقة دي بتمد جسور المودة بينك وبين ولادك. هي الفكرة